تعالوا النهاردة نعمل عصير ليمون فريش يروي عطشك كده في الصيف، بجد تحفة جدا، جميل. وعصير بقى كده ليمون مركز شكله حلو قوي. تعالوا يلا بينا نبتدي. اول حاجة هتجيبي كده 4 ليمونات وهتبتدي تغسليهم كويس جدا، ويفضل ان لون يكون لونهم كده مخضر شوية. هتحطيهم بقى في الخلاط كده وتنزلي عليهم بكوبايتين مية وكمان حوالي نص كوباية من السكر. اضربي بقى كده العصير كله كده مع بعض لحد ما يدوب، وبعد كده هتجيبي بقى كده اي مصفى عندك وتصفي فيها الليمون عشان القشور دي بتاعته ما تنزلش في العصير بتاعنا. وبعد كده يا ست الكل هتجيبي لي بقى كده حوالي نص كوبايه من عصير النعناع المركز اللي احنا عملناه سوا مع بعض قبل كده، خشي كده في القناه وهتلاقي الفيديو بتاعه. وبعد كده هتجيبي لي بقى مكعبات التلج وتنزلي بيها في الكوبايات بتاعتك. وبعد كده بعد ما تنزلي بالتلج هتكوني بقى جايبه ليمونه وغسلها وتقطعها لي بقى ايه شرايح كده عشان نجرنش بيها الكوبايات بتاعتنا. الزقي كده الليمون في الكوبايه كده من اطراف عشان يبقى باين كده اول ما تصبي عليه الليمون. شايفه بقى الجمال عصير الليمون بقى؟ انزلي هتلاقي كده اللونين مفصولين عن بعض، وبجد كده عملتي احلى كوبايتين عصير ليمون فريش في الصيف دوت ولضيوفك، حاجه كده بجد تحفه قوي وتروي العطش كده. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بقى في لايك حلو منك وشير.